فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوال وكمبيوتر أبنائي خشية أن يكون فيها شيء؟ نعم، هذا واجب عليك أنك تفقدها وتنظر فيها. وكما ذكرت لكم، لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام المكالمة، يجي فيها عروض وبلاوي وشين محرمة، لا تشتري هذا الجهاز لهم. نعم. ويقول حفظك الله، يقول إن بعض الناس يقول إن هذا الفعل من الأب يعد من التجسس المنهي عنه، فهل لقوله وجه؟ الكلام هذا هو الكلام الباطل. يعني الوالد مأمور بأن يربي أولاده وأن يشرف عليهم وأن يتعهدهم، هذا واجب عليه وليس من التجسس، هذا من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه.